التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بعدد من أطفال مدينة نخل. وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، خاصة منطقة وسط سيناء، بجانب الاهتمام بالأهالي، مشيرا إلى إنشاء 6 تجمعات تنموية بمركز نخل. كل تجمع يحتوي ما بين 100 إلى 120 أسرة من محافظات الوادي، موجها بالتبادل الثقافي ما بين أطفال نخل وأطفال الوادي.